السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غدا نوريكم ان شاء الله كيفاش نزين العنق او الكول ديال القطيفه ديالي او ديال المبره بيجامه ديال المبره بطريقه جد سهله وبسيطه. ما غادي نستعمل لا بدونتيل ولا بسينتا ولا بسفيفه ولا بالطرز ولا حتى شي حاجه مثلا اللي نشريها، وانما غدا نزينها غير بالطروفه او التقاطع اللي كيشيطوا ليا من الفصاله، هما اللي غدا نزين بهم الكول ديال البيجامه ديالي. فتابعوا معايا وغتشوفوا الطريقه اللي هي جد سهله وبسيطه، غير كنحتاج فيها غير طرف ديال الثوب شيطليه وكنحتاج فيها الفيزلين والمصلوح. من بعد ما سرحت الثوب الظهر ديالو هو هذا والوجه لتحت، انا الظهر هو اللي بغيت نحط عليه الفيزلين. الفيزلين عنده جوج وجوه، هذا الوجه وجه لاصق ملي كتقيسوا الحراره، وهذا ماشي فيه ديك الماده اللاصقه كيف لاحظتوا معايا. كنوضعوا عليه باستعانه بالمصلوح باش يلصق مزيان. دابا هاد الفيزلين غادي يساعدنا باش يجينا داك الكول انيق عاطي الديكور وفي نفس الوقت واقف، ومني كنبداو نلصقوا فيه بالماكينه ديال الخياطه ما كيتمددش لينا، حيت يعني المبره مع المبره ضروري وخصوصا بالنسبه للكول كتمدد فكتشكل لينا واحد المشكل شويه صعيب في الخياطه. لكن مني كنستعنوا بالفيزلين بهذه الطريقه هذه، وكنتمنى يعني تجربوها حيت الطريقه جد سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. يعني الفيزلين ماشي شي حاجه غاليه، هو جد الثمن ديالو بخس. فغدا نوريكم من بعد ما لصق كيولي الثوب واقف. دابا كنتنيه على جوج باش كنطراسي داك الكول ديالي وناخذ المقاس ديال الكول. بالنسبه للعنق اللي سبق لي وقطعت ديال الكندوره ديالي عملت 9 ديال السنتيم، لكن هنا غدا نعمل عبارة 10 ديال السنتيم. بالنسبة للهبطة ديال العنق 14 سنتيم، لكن هنا غدا نهبط ب 15 سنتيم، ضروري كنزيد واحد السنتيم على ود الخياطة. تنطراسي بالمسطرة ديالي بحال هكا باش كيجيني نفس العبار او نفس التقويرة او نفس الدورة في التقطاع ديال المقص. كنتبع عليها بالمقص بحال هكا دابا هاد الخويه لداخل هو العنق، هو الكول من الداخل، لكن انا محتاجه حتى على برا بالنسبه للعبار على برا او العرض او الديكور او الشكل اللي غادي ندير على برا. فغادي نستعن، فكيف قلت لكم انا غادي هنا غادي نستعن بالمسطره بحال هكا هاد الخط اللي انا دابا كنرسم فيه هو اللي غادي نقطع او اللي غادي نتبع بالستيل بالمقص. من بعد ما انتهيت من المرحله ديال التقطاع فكنحصل على هذا الكول كيف كتشاهدوا معايا، هو اللي غادا نحط فوق التوب ديال البيجامه ديالي، وغادا في الجناب ديالو غادا نكفو او نجمعو في الجناب ديالو بهذا التوب بحال هكا كيف كتلاحظوا معايا، او لا غنستعن بواحد الدونتيل او لا نستعن بهذا الدونتيل كيف كتلاحظوا معايا، والثوب نكفف به الدخله ديال العنق. فغدا نفكر اش ندير ليه ونوريكم.
اخيرا هذا هو الشكل ديال القندوره ديالي، هذا هو الشكل ديال الطوق او العنق، التبطين اللي كيجي على برا. من بعد يعني موريتكم الشكل كيفاش يعني قديته وطراسيته وقطعت، من بعد لصقت بالماكينه، طراسيت بشويه ديال الحجر كريستال بالمصلوح، هذا الحجر يعني معروف بزاف، عاد استعنت به يعني كاداه للتزيين كيف لاحظتوا، فكتجي يعني جد جد رائعة بسيطة وفي نفس الوقت يعني في متناول الجميع، ما كتجيش يعني فيها شي سلعة غالية. كنتمنى فكرة اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من الدعم ديالكم، من الاشتراك ديالكم، من اللايكات 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 اللايكات، وشكرا على المشاهدة.